السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وحضراتكم بخير يا رب، وسنة سعيدة إن شاء الله للجميع. طبعا معظم الناس محتارة أو بتتكلم في أمور زي في مدرسين كتير، في إعلانات كتير، في سناتر كتير، طب أنا أختار يعني أي مكان أو أي سنتر أو أختار أي معلم؟ معظم الأماكن كويسة، معظم الأماكن التعليمية كويسة، ممكن معظم المعلمين بيشتغلوا كويس. المشكلة هل أنت بتتابع مع ابنك ولا لأ؟ دي مشكلة. يعني في اعتقادي ان الطالب المتميز من الطالب المتوسط ممكن ده يفرق كمتابعة ولي الامر. مش هعفي المعلم من المسؤولية، لكن ولي الامر مسؤول عن المتابعة، يعني عن تقصير عن. فبالتالي معظم المعلمين، معظم الاماكن التعليمية اللي موجودة في بنها متميزة جدا وكويسة. طيب لو انا مع معلم ممكن اغير يعني يروح لمكان للتاني، تمام؟ طيب انا المعلم هو كويس لكن ابني درجته سيئة، لا خليك معاه، تمام؟ وتابع ابنك، ما كانش في فرق في الدرجات والمستوى، خلاص هنغير. الاماكن كتير والمعلمين كتير، لكن الحتة اللي بنعاني منها كتير متابعة اولياء الامور. بعض اولياء الامور بيكون مشغول لظروف الحياة، بيكون يعني مش عارف يوفر وقت انه يتابع ابنه فيه، فدي مشكلة. بالتوفيق للجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.